واش الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد مع عبد الرحمن الطاشي. هذا الفيديو داخل في الكونسيبت ديال سكريبت. الكونسيبت ديال سكريبت اللي باقي ما عرفوش يلا داير حلقه واحده اللي فيها شريت كاميرا وشريت الماتيريال كامل. الكونسيبت ديال سكريبت هو تنشد الكاميرا قدامك وتنهضر على اي حاجه درتها باش نافونسي في هذا الشيء ديال اليوتيوب، سواء من ناحيه الماتيريال سواء من ناحيه الخدمه، باش نديفلوبي هذا الشيء اكثر واحسن اكثر واحسن نالي. وفي هذا الابيزود الثاني من الكونسيبت ديال سكريبت بغيت نبارطاجي معكم واحد لا سورس اللي منها تنجيب الفلوس، حيت الفلوس ديال اليوتيوب باخي موفيد كناني. هذا البلان هو الفريلانس. قبل 6 شهور كنت ندير الفريلانس، ولكن ماشي بسميتي الشان ديالي. كنت ندخل دي سيت وتنكتب سميه فيك وتندير دي فيديو ديال سينيماتيك باش الناس يشوفوا الخدمه، وتيجيوني دي بروجي وتنخدمهم، ولكن ماشي بسميتي كما قلت لكم، سميه مستعاره تنديرها تما. وعلى درت هذا الفيديو هذا باش نبارطاجي معكم ونانونسي وندير بيب لواحد الشركه اللي غادي نكريها، ولا راه ديجا في اللي قد ولا راه ديجا كرييتها، اللي سميتها بريفي برودكشن. هاد الشركه ديال بريفي برودكشن دايره انا واحد الدري اللي سميتو الله يعجبه ناسي. السلام عليكم، معكم التوام مافيا زر وضرب تقدم. المهم تتبان وتبريزونتي راسك فوكس برك نعرف فوكس. هاد الشركه تدير اي حاجه متعلقه بالاوديو فيزيوال، وفيها ثلاثه ديال لي سيرفيس. السيرفيس الاول اللي هو متعلق غير بالمونتاج، مثلا تيكون واحد السيد تيصايب دي فلوغ في يوتيوب، تيكون ديجا مصور فيديوهات اللي تيهضر فيهم وحتى دي سينيماتي. تنجي انا تنفهم الكونسيبت ديال الفلوغ ولا الفكره ديال الفلوغ، كيبغى الفلوغ يطلع، وتنخدم له الفلوغ بالمونتاج وبالمزيكا اللي غادي تجي مع الفيديو باللي زاد فيه وبكلشي، باش يطلع شي فلوغ ناضي بسينيماتيك. كاين على البرول تيولي داك الكرياتور ديال اليوتيوب تيحتاج غير يصور بلا ما يتعيد بالمونتاج. حنا تنديرو له المونتاج تي انونسي الفيديو بيبليك ديالو، على اساس راه هو اللي مونطاي. ما كاينش شمس العسليه، ما كاينش غرام ديال المشكل. هذا المثال ديال الفلوغ غير مثال، تنخدمو اي حاجه، فاين بلا مقصيره فيلم طويل، شي بودكاست مصور خاصو المونتاج، حتى الا كان شي كليب مصور وباقا ما مونطاش ولا ديجا مونطا وما تعجب والدري ما عجبوش المونتاج، تنشدو هذاك لي روش ديالو وتنعاودو له المونتاج. الثمن ديال المونتاج تيبدا غير ب 100 درهم، بحال لي زانترو تنخدمهم غير ب 100 درهم، بحال هاد الانترو اللي يبان لكم دابا. والانترو اللي بان في المقدمة ولا في البداية ديال الفيديو ديالي، بحال هادوك لي زانترو تنخدمهم غير ب 100 درهم، ولكن راه دي زانترو لي بروفيسيونيل. دونك فاش تنسالي المونتاج ديال الفلوغ ولا اي حاجه بغا يكريها شي واحد، تنصيفطو له في الدرايف ولا تنصيفطو له في يو اس بي في امانه باش تبقى الكاليتي هذيك. تيبقى خاص عاوتاني واحد الحاجه اللي هي المينياتور. المينياتور تنصايبوهم غير ب 5 دولار اللي هي 50 درهم. باش نحس براسي بحال تنبيع الجوطيه صاحبي. وتنصحاب راسك حسيت بك بحال الامير رغيب. وي 5 دولار 5 دولار انت احمق. دونك هذا هو السيرفيس الاول. بالنسبه للسيرفيس الثاني، السيرفيس الثاني هو باش تكون ما مصور والو. بالنسبه لفاين، بالنسبه للكليبات لي كورت ميتراج الافلام، تكون مصور والو. مثلا ناخذ بار اكزومبل كليب تنجي نصورو لي كليب بروفيسيونيل بكاميرات لي بروفيسيونيل، وعاد ترجعوا ليطاب الاولى اللي هي المونتاج، تنديروا المونتاج وداك الشيء بروفيسيونيل. كاين البرو زوينه هذه الكلمه ديال بروفيسيونيل. وديت فيديو ديس فيتيس بكينا ديس فيتيس. دونك كما قلت لكم نرجعوا للايطاب الاولى اللي هي المونتاج، عاوتاني تنصيفطهم في الدرايف ولا يو اس بي، ولكن حتى شي تيعجب الخدمه تعجب الكليين غير داكشي ديال الكوميرس صح لي كليو ايغو. دونك هذا هو السيرفيس الثاني، تيكون بنادم عنده غير سكريبت ولا غير فكره، ولا حتى بالنسبه للي تيغني ويكون عنده شي تراك ديال الراب، شي كوفر، اي اغنيه كما كانت كما كان النوع ديالها تنصورو لها فيديو كليب ديالها هذا ما. دونك السيرفيس الاخر اللي واقيلا ما غاديش يهم بزاف، ما يهمش فئه كبيره، اللي هو السجال. فاش يكون واحد باغي يصور فيديو كليب لشي اغنيه ولا شي كوفر ولا كيما كان، ما تيكونش مسجل. دونك تندوزو من ليطاب الثالثه اللي هي السجال في واحد الاستوديو اللي بروفيسيونيل مع واحد البروديوسر اللي هو دابا ولا بلاش لي بايش سير الله. يو دراري، معكم صلاح الدين هداجي، برودوسر اند رابر اي كي اي زورو. اللي بغيت نقول لكم ان هاد الاستوديو مفتوح في جهه اي واحد. حتى انا متفاهمش معكم مرحبا في الثمن، انا نتفاهم معكم في الثمن ياك اي واحد كيدير لي كوفر راب هيب هوب جميع الانواع الموسيقيه في هاد الاستوديو. كنديرو ريكورد ميكساج ماستوري، كنبرودوي لي بيت انسترومونتال. ولا بغيتي انت تسجل شي اغنيه، حنا كنصيفو لك انسترومونتال اوفيسيال ديالك بالكوبي رايت ديالك، حتى حاجه باش ما تلقاش شي مشكل في يوتيوب. او سمحوا لنا كنهضروا بالفا، بغيت تعرفوا علاش دراري
ضرب الفا علاش حيت هذا السنة طايره له علاش شد داك الكابوس ديال العقيق هو يعطونا كان عامر يتسمى هذيك الطقي يتمشي له السنة نوض على سلاج صافي الخوت هادو هما لي سيرفيس اللي تنقدمو ثلاثه سوا المونتاج عادي اللي تيجيني بزاف تيكون بنادم باغي يصايب فلوغ مش عارف شي مونطي مرحبا باي واحد لي كليب سواء نصورو ولا تيكون داكشي مصور ولا تيكون اصلا باقي مبسجلش دونك من لي طاب الثالثه حتى لي طاب الثانيه حتى لي طاب الاولى وهادي مكان هادي هي الشركه اللي كريناها انا وصلاح باقي واحد الدري مو عاد حتى هو تيعاوننا في المينياتور وداكشي التوميز هما الخوت اللي بغى يستافد من هاد لي تخوا سيرفيس ديال المونتاج غتلقاو الانستغرام ديالي هو هنا الا ما جاوبش شي واحد غتلقاو الانستغرام ديال الشركه اللي هي بريفي برودكشن هاي عاوتاني هنا نيت اللي مكلف بها صلاح راه تيجاوب كلشي ومرحبا بالجميع هما الخوت نبارطاج معكم واحد الاول فيديو كليب ليا اللي مصور غير بالتليفون ومصور غير بالبيل غير بالتليفون وغير بيلو اول مره نمونطي شي فيديو كليب وهذا الفيديو كليب كان لواحد الدري سميتو بوبا غندوزو في هذا الفيديو هادو غتلقاو الفيسبوك ديالو تحت اللي بغى يسيبورت هذا الدري راه عنده ما يتقال علاش ندير هذا الشيء حيت فاش كانت عندي 150 ابوني عيطت عليه في التليفون قلت له خويا بوبا راه بغيت نصور معاك فلوق قال لي مرحبا كان من الناس القدام اللي سيبورطاوني وكان من الناس القدام اللي ماشي حتى ديباسينا 30000 ابوني ولا 38000 ابوني عاد جاك بحال شي صحاب بين قوسين واخا ما نقولش هاد الهضره هادي ولكن تنحترم الناس اللي بداو معايا من الزيرو انت بديتي معايا من الزيرو انا اول واحد دار ديديكاس ليهم واحد واحد دونك غتلقاو الفلوغ الاول اول فلوغ ليا راه غتلقاني صور شو معاه هو يطلع هنايا ولا غادي تلقاو السكرين هنايا ديال الفلوغ دخلوا تفرجوا له ودابا نخليكم مع اول فلوغ اول فيديو كليب ليا اللي صورت لهاد الدري دابا تشوف بلاد الاسلام عايش انا نصراني كيفاش انا نصراني والحزب هذا رباني ماقع دام كيف الكبير انا اللي كاشبو شيطان الحاكم السيرو اللي بيخادمو انا حرك دماغ بافكار مقبوشة على الماكرو ياه زاري كحل بلون سخش هاد البلاد راية حمرا مستقول اختار خوك باقي ما راد سديتو جميع البيبان فتحوا لينا غير باب بلادي زين البلدان حاكم اديب الدياب ملك الموت غيموت علاش كتخافو من الموت شاف حل شي حلو فص من واحد الاحرام ربي غير سامحني خفف عليا الميزان عمري غادي كيدوب مبقاش كنحس بلا مان دنيا طلعت شايرة عازفة الكامان أمالي مالي مالي نسالي كيتقال ما عرفش مالي فهاد البلاد كلشي ولا بالمال دارو فينا ما بغاو خلاو الانس مكمبان وسايك وساية وحدة كلشي ولا بالدال ما درش الشيق راه زادينا في أقوى الزمان قطرة مورا قطرة عمر سطل نطرة نطرة من نجوان عقلي ولا كيف قفل خصوني بروح الشاد باش يتحل وفم الغافل راني واحد بلاد مقاودة فيها باقي حاصل اللهم الموت ولا عيش ديال الدل ديرو شي حل الحمل الغادي وكيشقال غنفرق هاد الزمر حياتنا كيف ولات فحال شي داما ردونا بيادق جات فينا حابة بابا فينك دابا عمرك فنيتي في الحبس خليتي نتالف اكبر غابة مالي هرجوع العين باكية والقلب ديما موجوع هادي كافية بنادم وار كله وعندهم لا تجوع حلب بحلب بحلو الرجال عشان
داوي دوك الهبال معك فتش الأدغال جايبها بنسارو أبر حيلة والعقال غادي في الظلام عندي هواية وحدة سميشة ورقة وقلم نهار جمعة يصلي حاج جبش والأرض خايف لا يشفنا وانت جا غاج هنا مش خاف الساعة مازال ما وصلها جتك شامح شيش ونغرو طابة كل شغلة بسببك كنت شاه نص مليون ربعين ناسا ما كاتش فنا صول مخير فينا غايقول لك داق المحنة هادو جا وقاع كلاو كلشي قاع بالفقصة غنش فرقاع حكومة ما دفاك شعب خاصو غي سلاح معكم ما يتفاك 2019 دخلت هاد البلان باش كنحس الوقت حقرات وحقرات اللي عنده عكاز الكبدات شوات ودقات شوس اكبر مهراز جاز معاك نفيس ديال الراب من صغري عاشق شيطاني ما عنديش الصحاب ياه شيق الله ما كان شيقوش فرق بين الدياب وبين المشوش حكومة ما عيتوش وليدات صغار كيشموا السيلي فيهم ما حنيتوش شوفوا سكوتش شباب دات تكتملو السوش عقلية مقطعة ما كشرفش الخوف مانيش خروف باش تبحني نهار العيد زيد الباك باقي ما شبعتيش الشحمة والقداد ولا كيف الدبع اختفوا الوقت ناكش بالعلالي ممشي سامحيني زهري دار هالي حطني فهاد البلاد عريان مدابس غير ما خيالي واناري عيشة مقودة فوقاش غتسالي ياه فوقاش غتسالي كي اي بابا سواد حادي مدينش يلا بديش قام غنسالي ياه